الموضوع هو أنه حتى هذه اللحظة هناك بعض الجثث تم اكتشاف أصحابها طبعاً أو هويات أصحاب هذه الجثث أو الأشخاص الذين لقوا مصرعهم عن طريق طبعاً الحمض النووي DNA بعد البحث والكشف وغيرها. بعد مرور عامين من هذا التفجير تشييع جثمان أحد الشباب الذين لقوا مصرعهم في تفجير الكرادة طبعاً بعد أن اتضحت هوية القتيل عن طريق التقارير الحمض النووي. فنو شاهد؟